يا جماعة وبنرجع. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام. راشد من الإمارات، تفضل يا راشد. أخوي عبوب، أنا بس بتكلم عن الأحداث اللي صارت بعد المباراة والطريقة اللي أنتوا عرضتوا فيها الأحداث. زي. أنا ما أعرف إذا الأخ عارف عنده توجه شيء يعني في نفسه أنه يبي يوجه الموضوع كله تجاه نادي العين، وأن نادي العين ومدرب نادي العين هم اللي غلطانين، هذا أنا ما أعرفه. راشد. خلني أكمل. لا ما علي ما علي ما علي نقطة. لا ما خليك تكمل، بس نقطة 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 نقطة. أنت أول شيء موجود في الملعب؟ لا مو موجود في الملعب، شوف اللي في التلفزيون. زين اللي شفته أنت، إحنا شفنا ما عرضنا شيء. خلني أقول لك، خلني أقول لك الكلام اللي قاله عارف. يعني أنا استغرب، هو مستغرب أن ليش مدرب العين موجود في الملعب. يا أخي المباراة انتهت. لا يا راشد، كل اللي عارف، خلني أتكلم بعدين نقول اللي تبغاه. البرنامج عندك لساعة انتين. بعد كل مباراة كل الإداريين والمدربين يدخلون الملعب ويسلمون على الفريق الثاني، شو المشكلة أنه وجود المدرب يعني؟ زين. وبعدين أنتوا ليش تفصلون عن الأحداث اللي صارت في المباراة عن الأحداث اللي عقب المباراة؟ يا أخي اي احداث اللي استوت في المباراه قول لي. بالديبيه، غير بالديبيه. زين. بالديبيه هذا اللي مسبب مشكله حق كل المحللين ومركزين عليه، وفي توجه ان هذا اللاعب ينحط عليه ضغط. زين. وينحط ضغط على نادي العين ان نادي العين من غير بالديبيه ما عنده امكانيات، وهذا الكلام اللي تكرسونه انتم في البرنامج. زين، هذا تبقى وجهه نظرك، بس هذا وجهه نظرك ما بلازم صحيح اخوي. وبعدين فالديفيا، راشد، فالديفيا طلع قبل الاحداث واللقطه. احنا ما نبي احنا لا نبي نكون ويا نادي العين ولا نبي نكون ويا نادي النصر. الصوره موجوده، الصوره موجوده. وتقول يعقوب شايفر راح يركض لمحمود. لا لا لا، محمود اكلمك عاده. خلني اقول لك انت ممكن تتصلون بسلطان راشد وتسالونه شو قال اللاعب محمود حق المدرب يوم طلع يتعالج. ممكن تسألون سلطان راشد شو الكلام اللي صار بينهم. راشد. أيا كان الكلام، انت مع شايفر انه يروح للاعب الثاني؟ انت مع هالموضوع ولا لا؟ يعقوب اسمح لي، لا تتعامل معاي مثل المحللين اللي عندك. زين. خلني اتكلم، انا متصل عشان ما عليه. بس لا تقول لي اشياء غلط، لا تفرض علي رايك غلط. ما افرض عليك يا اخي، لا تقول لي انتوا تكرسون شيء غلط. لا، هاي وجهة نظرك يا اخي، وجهة نظرك مو بلازم تكون صح يا اخي. اذا انت مش مقتنع تقول... بيها مش مشكله. اذا انت مش مقتنع بيها خلني اقولها وبعدين قول انا مش سالفه مش مقتنع. بس انت تقول كلام مش صحيح. هذه اللقطه موجوده قدامك. هل مدرب فريق رايح يركض للاعب ثاني وتقول لي تصرف صح؟ لا، انت تقول كلام مش صحيح ابدا. الصوره موجوده. المدرب انا ما قاعد اشوف صوره المدرب. هاي مشكلتك اذا ما تشوف، بس الصوره موجوده. راشد يعقوب اذا بتكلمني بطريقه اني واحد من اللي موجودين معاك، انا اللي اقول لك، انا اللي موجودين معاي. اول شيء اللي موجودين معاي ناس احترمهم وناس اقدرهم وناس بالتأكيد خبرتهم كبيرة في الملعب. منو قال لك أن لا ما تحترمهم؟ أنت كلامك تقولي بتكلمني مثل لا. يا أخي أنك أنت تقاطعني ما تخليني أكمل. لا اقاطعك، لانك لازم في كل نقطه اقاطعك، لانه في كلام تقوله يخصني لازم اقول لك. ما قلت لك شو يخصك يعني. انت تقول ضد نادي العين وتقول لي انت كلام. انا هذه قناعتي. راشد توجهون البرنامج لشيء محدد، واليوم انتم تبون توصلون الموضوع ان فالديفيا سبب المشكله وشايفه سبب المشكله. لا 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 راشد عارف لا لا، خليني اكلمك. خليني اكمل، انت البرنامج عندك مفتوح يعني ارد عليك بعد ما تسكر. هي بعد ما تسكر قول لي. اوكي. المهم اني انا اقول رايي وانتم ما يعيبكم على كيفكم. لا راحتك بالعكس. شايفر ما كان يركض اولا، وبعدين شو يعني شوف اللقطه طلال اثناء ما يتكلم. شوف اللقطه لشايفر كمل راشد. زين شايفر لما رايح للاعب يعني انت ما كان يركض. ها هذا ما اوكي. زين ما علي، اللقطه موجوده بس انت كمل. زين انا ارجع واقول لك نفس النقطه، الاحداث اللي صارت اثناء المباراه هي السبب اللي ادت للاحداث اللي بعد المباراه. صح. يعني انا يعني اي واحد يحط نفسه مكان شايفر، اي لاعب يعالج عند خط التماس يسب المدرب. شفت هالشيء؟ شفت راشد؟ يعني اقول لك يسب المدرب، بشوفه كيف بشوفه يعني هو يسبه. ها كيف 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 عرفت انه يسبه؟ عرفته من اداره الفريق. اوكي، بنلتقي باداره الفريق. ما عليك كمل راشد. راشد هو بيقول لك هالكلام. أوكي. وبعدين اخر فاول اللي صار ضد فالديفيا
واحد من لعيبة النصر تفل عليه والحكم واقف ولا يشوف. انتوا القضية تحولت من ان فالديفيا حتى الحكم بنفسه مقتنع ان هذا ممثل وفي اشياء يبالغ فيها, والسبب انكم انتم كنتوا تتكلمون راشد. عن ان العين يعطي دافع عن راشد. عفوا عطنا كل راشد 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 لا راشد عفوا الحين بس عطنا فرصه نتكلم. زين راشد انت الظاهر الحلقه الماضيه اللي بعد مباراه الشباب والعين ما شفته. لا لا احنا لا معليش هذا تراكم اللي قلتوه مباراه الشباب يا اخي معليش يا راشد. راشد خلنا نقول لك شو اللي قلناه. زين وما تكلمنا عن فالديفيا لان فالديفيا نجم. فالديفيا نجم صح, لكن تكلمنا عن فالديفيا. احنا قلنا فالديفيا سبب الاحداث الثانيه اهم انا كان بالنسبه لي. عارف احنا قلنا عارف احنا قلنا فالديفيا هو سبب الاحداث. ما قلنا واللي عاده موجوده. ثاني شيء راشد تكلمنا راشد يعقوب بس يعني لحظه يعني لا تاخذني بهالطريقه هذه. لا انت تقول كلام مش مصر. لا لا يعقوب انا يعني لا تقول كلام ما استوى. انا يعني احنا في الحلقه تقولي فالديفيا هو السبب. قلنا شايفر هو السبب واللقطه هي اللي وضحت. راشد احنا لا كنا في ما كنا في المباراه. احنا نشوف عفل. من خلال اللقطات. لحظه راشد 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 بس لحظه لحظه راشد خلنا نقول كلمتين. الله يخليك قول راشد. شايفر انت تابعته لما كان في النادي الاهلي؟ ما لي علاقه تابعه. ادري بس لا انت تتكلم الحين عن شايفر لانه موجود في نادي العين وانت عيناوي او لا او او ولا انا عيناوي. ايوه زين او ان شايفر من الممكن كشخص انه يصدر منه اللي صار واللي شافوه الناس كلها. راشد يا عزيزي عارف انتوا الحين عندكم كان مراسل. هي المشكله صارت بس ان صح. عن المراسل ترى قال المراسل اللاعب قال اللاعب يا اخي ركض ناحيه الكرادور وضرب ايوه هاي قلنا عليها ضرب مع دياز صح يعني الحين انتوا بتلغون كل المشكله وبتحطون والله بالعكس ركض تجاه اللاعب. لا يا اخي يعني مش منطقه صراحه. هذه احداث استوت في المباراه. هذا اللي نحن نشوفه. هذه احداث استوت في المباراه. نتكلم عن احداث استوت برا بعد نهايه المباراه. اوكي ما هو مرتبط ببعض يعني هذه المباراه صارت امس وهي المباراه اليوم. لا نفس المباراه بس احداث اللي قبل اللي في المباراه الحكم اتخذ فيها قرارات. لا اللي بعد المباراه اللي بعد المباراه المتسبب في الاحداث هو المدرب شايفر. لا لا هاي وجهه نظري. هذه اللي شفناه مو بوجهه نظري اللي شفناه في الصوره. ارجع واقول لا هذه الصوره ما تقول هالشيء. انت تفسر الصوره مثل ما تحب ومثل ما تبغى توجه الكلام. انتوا عندكم هدف تبون توصلون له. شكرا لك يا راشد. شكرا لك. السلامه. هدفنا المصلحه العامه. ما نبي نكون مع فريق ضد اخر. اللي شفناه قلنا هاي الصوره اللي شفناها ما نقدر نقول شيء غير عن هالشيء. اللي موجود في الصوره هو اللي حكمنا عليه. شفنا شايفر كيف يروح لمحمود حسن. هو شوف من حق أي واحد من الجمهور أنه بالعكس يقولنا إن إحنا كلامنا غلط لأن إحنا مش كلامنا 100% صح.